يا قبائل ومشايخ اليمن يا مضحجة وبكيلة وخاشدة وغاحمية. اقسم بالله ما عاد نعترف بكم من انا لاما. شيخ على نفسه ذليل مرتزق، بعت نفسك للجزار. ما رب اليمن، ما رب الحضارة، ما رب التاريخ، ما رب القبائل العشرين الرجال الاوفياء الشرفة في مال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلينا على النبي. نحمش لان الموضوع حان، الموضوع على بوووووف رشاش رشاش العتيبي. طبعا احنا وصلنا الى درجة نضحك فيها. وصلنا الى درجة نضحك نضحك فيها خلاص، لان احنا ما عرفناش ولا درينا ايش نفعل ولا قدرنا نفعل شيء. ايش نفعل؟ كيف نوقف المسلسل؟ كيف نرغمهم يعتذروا؟ كيف نفعل؟ يعني ما قدرناش نفعل شيء. احنا كوننا الشعب اليمني والاعلاميين صيحنا ويعني فعلنا اللي نقدر عليه، فعلنا جهدنا. الباقي على من؟ على من؟ على مشايخ وقبائل واشراف وعشائر اليمن حاشدة ومضحجة وقحطانة وبكيل. الذي يقول لك ما انا من حمير وانا شيخ ابني. ارقد 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 ارقد.